أما هلأ رح ننتقل لمحطتنا التالية. نور، كنتي من يومين بمعرض الزهور. بداية، كيف كانت الجولة وكيف شفتي المعرض؟ معرض الزهور بدورته ال 41 فينا نقول هالسنة متنوع أكثر، يعني في نشاطات وفعاليات بمعرض الزهور كل ما عم تزيد وعم يكبر. كان في مشاركة كتير كبيرة، وكان في حتى زوار عم يلاقوا يمكن منفس أجواء صغير. الناس هي كيف كانت؟ جدا جميلة، يعني تلاقي كل الناس بعد الساعة 6-7 متوجهة وين رايحة، حتى على معرض الزهور بدنا نشوف شو في، عم نسمع عنه قديش فعلا في فعاليات ونشاطات، وخصوصا بهيدا الجو والضغط المادي والاقتصادي في مشاركات وأجنحة كتير، وفي دراسة لبعض الأمور والأسعار الناس تفاجأت فيها، وهي حلو. نقطة كتير مهمة اليوم بالوضع الاقتصادي. حلو هذا الشيء، ويمكن دائما تعودنا معرض الزهور بيكون من المعارض اللي بتشكل ملتقى للفنانين السوريين لحتى أيضا يكونوا موجودين، ويكون في مساحة تدمج بين ألوان الطبيعة وألوان الفن التشكيلي. عن مشاركة الفنانين التشكيليين في معرض الزهور بدورته ال 41 بصرنا يكون معنا اليوم أحد الفنانين المشاركين، الأستاذ فداء منصور، لنحكي عن رسائل قيم العطاء، الحب، السلام اللي دمجوا من خلال فنهم وحبهم للالوان مع الوان الطبيعه بحديقه تشرين. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحكم واهلا وسهلا فيكم، تحيه لكم. يسعد صباحك. كنا عم نقول ببدايه حديثنا اليوم معرض الزهور هو ملتقى لفعاليات ونشاطات جدا مهمه، وفي فنيه وثقافيه منها ومنها ملتقى الرسم الزيتي. خلينا نحكي عن المشاركه بمعرض الزهور بدورته ال 41. هو ملتقى جميل جدا، يعني معرض الزهور فعاليات كثير حلوه شفناها نحن لما مرينا، جينا على الملتقى شفنا كثير. فنحن كان عندنا مشاركه ملتقى بدعوه من نقابه الفنون الجميله باشراف الاستاذ عماد كسحوت، دعينا عده فنانين، مجموعه فنانين، كل فنان بده يقدم اكثر من عمل يبرز من خلاله يعني هذا الجو اللي بيحبه. كل فنان باسلوبه بده يقدم شيء لسوريا. طبعا ضمن هاي الفعاليات الحلوه اللي شفناها كانت زاويتنا زاويه مهمه كثير، وكان في اقبال كثير عليها من الناس يعني، ومشاركه حلوه يعني مثل ما حكيتي وقت هيك المغرب، يعني فيها جو من الونسه، خروج من جو المرسى، عم نقدم كل فنان الشيء اللي بيحبه هيك. طيب اليوم عم نحكي عن طبعا ملتقى الفن، الناس اللي موجوده اللي عم تكون موجوده ضمن تواجدكم، عم نشوف صور انتم موجودين بالمدرج، عدد من الفنانين كل حدا عم بيكون عم يرسم بشكل مباشر. نحكي عن هي التجربه، عن الدمج والتفاعل بينكم وبين الناس اللي موجوده، الاطفال، يمكن عم بيكون في عدد كبير من الاطفال عم بيحبوا يكونوا متواجدين. نحن كل فنان ادواته جنبه وعم يرسم، عم نشوف شو عم يطلع معه، جو جديد بالهواء الطلق عم نشتغل، وكان احلى شيء تفاعل الناس معنا، يعني عم يجوا ناس جداد كل يوم، وجوه جديده، والاطفال، في ناس، في اطفال عندهم مواهب بيشوفوا شلون الفنان عم يرسم، شو ادواته، شلون عم يمسك الريشه، الخط، اللون، شلون عم يدمج اللون. فكتير انا تفاجأت بالاقبال، يعني تواجد الناس، وكل فنان عم يعمل شيء خاص فيه، فاخذين زاويه نحن مميزة، وخلف المدرج يعني كمان في جنبنا موسيقى كمان نحن، حتى في تشجيع كمان للأشخاص اللي عندهم مواهب كمان. حلو. بيتشجعوا لأنه يشتغلوا ويشوفوا شغلنا. ففعالية كتير حلوة كانت بصراحة ضمن معرض الزهور، مبسوطين فيها ومستمرين نحن لثلاث الشهر. خلينا نحكي عن المواضيع اللي طرحتها من خلال لوحاتك بهي المشاركة، ويمكن هي المشاركة عم نشوف الألوان، يعني طابع ألوان مختلفة، وفي ألوان دائما البهجة والألوان الجميلة إلى بصمة مميزة اليوم بهيدا المعرض. أكيد خاصة حتى لما بتطلعي من جو المرسى، الجو اللي عم نشتغل فيه بالهواء الطلق، صارت الألوان باللوحات عم تكون زاهية أكثر. صحيح. ضمن الطبيعة وضمن جو معرض الزهور، المواضيع اللي عم نتناولها مواضيع من تراث سوريا غالبا، يعني يعني رسمت أنا مواضيع
موضوعين بقياسات مختلفة، وأنا بالرسم المباشر عندي سرعة شوي بالأداء، فممكن إنجز كمان عمل ثالث لسه في وقت. المواضيع غالبا عم تحمل شيء عن تراث سوريا، فرسمنا شيء من هذا الجو. يعني كل فنان له أسلوبه الخاص بتقديم هذا العمل الفني تبعه. طيب هون خليني أسألك، اليوم كمان الرسم المباشر له هيك خاصية مميزة عند الفنان، وخصوصا لما بيكون بالهواء الطلق أمام عدد من الفنانين أيضا مشاركين زملاء لك والجمهور. هي الحالة الفنية اللي بشكلها الملتقيات بشكل عام للرسم بالهواء الطلق اللي معروفة عالميا، ونحن عم بيكون تجربتنا دائما عم تكون ضمن ملتقيات مخصصة أو ضمن معارض كبيرة مثل معرض الزهور. ميزة هذا خليني أقول الرسم بالهواء الطلق أمام الجمهور ميزة حلوة كتير. أولا تفاعلنا، يعني وجود الأصدقاء، نحن ورشة بتجمعنا الجو من الأخوة والمحبة. عم نشوف شغلنا، عم نطلع على بعض، عم نتونس يعني بالإضافة للناس والأصدقاء اللي عم يزورونا والمشرفين. فدائما في شيء عم نقدم شيء جديد خارج جو المرسم بالهواء الطلق، عم تعطي طاقة إيجابية. تفاعلنا مع الناس ومع الأصدقاء، الورشة الفنية اللي عم نشتغل فيها وتفاعل الناس معنا عم تعطينا كتير طاقة إيجابية وحيوية. عم نحاول ننجز، يعني إذا كان مطلوب منا عملين عم نحاول، عم نتمنى يكونوا الأعمال 4 أو 5. عم نشوف إنه حالنا عم نرسم مع الناس، يعني صاروا هن عم يرسموا معنا. لما يعني بتشوفي حدا واقف جنبك هيك او طفل يعني مبسوط هيك انه بيتعلم، عم يتفرج، حلوه ليك انه ليك شلون عم يشتغل، شوف هاي حلوه مثلا، هاي اللوحه هاي حلوه، هاي كذا. فهذا التفاعل كثير حلو، طاقه ايجابيه كثير عم تعطي لنا. طيب اقامه هيك معارض كبيره ومهمه، مشاركه بتكون واسعه من جميع المحافظات، عم يكون في تبادل خبرات ويكون في فعلا مشاركات جميله بالهواء الطلق حتى بكثير من الفعاليات والنشاطات، قديش مهمه لكم حتى للتسويق لاعمالكم، لتعرف الناس طبيعه شغلكم، لتتعرفوا يمكن على تراث المحافظات، لما مثلا انت ترسم لوحه عن محافظه وفنان اخر بطريقته بريشته، فهي نقطه كثير مهمه اليوم عم نشوفها ضمن هي المشاركه. اكيد هي تجربه بتغني تجربتنا الفنيه. ضمن انا اشتغلت تجربه فنيه وعم طور عليها، وهي المشاركه بتضيف لتجربتي شيء جديد، شيء بينضاف لارشيف الفنان. وكل فنان يعني نحن من اماكن متنوعه، كل فنان ممكن فنان يتناول تراث من حمص، فنان يتناول شيء من دمشق القديمه. هلا انا تناولت شيء من دمشق القديمه، يعني عايشين نحن بدمشق ومتمشين بحواريها، في لوحة من لوحاتي رسمت فيها دمشق القديمة مع هاي العريشة تبع الشبابيك، الحارات اللي فيها اللي نحن ما فينا نستغنى، دائما بدنا نتمشى فيها. فكل فنان عم يقدم فعلا شيء من تراثه، وكل تراث سوريا كله واحد. يعني حتى أنا ممكن يعني أرسم شيء من تراث مكان غير مكاني، كله بالنهاية كله سوري، يعني التراث سوري. خليني أسألك، في فكرة لتبلشوا تعلموا مثلا من الأطفال الموجودين؟ انطرحت شي هالفكرة من خلال تواجد الناس؟ هلا انطلبوا، في طلاب طلبوا انه بتعلمونا شيء، بدنا نتعلم، او مثلا حدا طلب اللوحة انه بدنا نشتري. خلينا نحكي بالختام عن مشاريعك الخاصة القادمة، عن مشاركاتك القادمة، شو بتطمح لقدام؟ أنا بدأت بتجربة أنا من سنتين، تجربتي الدائرية عم بشتغل عليها، وهاي المشاركة كمان تابعت فيها بنفس التجربة، وفي تجهيز لمعرض. يعني إبداعنا مستمر نحن وما رح نتوقف، مستمرين نحن وعم حضر لمعرض. عندي مجموعة لسه ما اكتملت، يعني بس تكتمل إن شاء الله بصير في تحضير لمعرض جديد إن شاء الله. يعني غالبا كل سنة بيكون عندي معرض أو معرضين حسب اللوحة كيف بتنتهي
الوقت المناسب اللي بتنتهي فيه اللوحات ان شاء الله نحن بيكون تهيأ فيها جو المعرض. فنحن مستمرين دائما، بنحاول دائما نجيب الفكره الحلوه اللي بتقنع الفنان اول شيء وبتقنع المشاهد. يعني بدنا نشكرك بختام حديثنا لليوم، وبنتمنى لكم كل التوفيق بهذا المعرض وبغيره من المعارض. بالتوفيق، وشكرا لكم وشكرا لاهتمامكم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، وتحيه لكم. الفنان التشكيلي فداء منصور، نتشكرك على وجودك معنا، بنوجه تحيه لكل الفنانين المشاركين بمعرض الزهور، نتمنى لهم التوفيق. شكرا كثير لك. بنوجه لكم كل الشكر، تحياتي.